الزميل الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي والإعلامي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الفل يا أستاذ شريف. مساء الخيرات يا أستاذ تامر، تحياتي لحضرتك. الحقيقة كان نفسي أقول لك ما أشبه اليوم بالبارحة، بس الحقيقة ما أكثر اليوم اختلافا عن البارحة. لا ربنا يكرمك، احنا في كل احوال سعداء بان احنا نسمع صوتك ونتابع يعني نشغل الناس، وان كنا نتمنى انه دايما يكون في الخير يعني. واهتمامك بالموضوع ده يعني انه يعني له مساحه واسعه من المتابعه، بالاضافه الى اهتمامك الشخصي. ربنا يكرمك، احد كبار المثقفين كرويا، بالاضافه الى العفو. والحقيقه انا عايز اكد عليك انه خير جدا، حتى عندما تعلي المبادئ وتعلي القيم حتى لو كانت على حساب مصلحة أو نجومية أو جماهيرية، فده قمة الخير من وجهة نظري يا أستاذ شريف. أستاذ سابر، يعني أنت متابع جيد لكل مجالس إدارات النادي الأهلي والكثير من مثل هذه المواقف، يعني بدءا من صابر الحضري وإبراهيم محسن حسن وغيره بالحقيقة عبر التاريخ. يعني صحيح المعطيات اتغيرت والمناخ اتغير، لكن بتبقى منظومة القيم والتقاليد هي اللي بتحكم النادي الأهلي. صحيح. يعني الحقيقة إنه فكرة إنه النادي في ظل هذا الشرخ، إن صح أن نسميه شرخ يعني، اللي حدث، الجمهور متألم شوية. وعايز أقول لك إمبارح الناس في النادي كانت بتوقف كابتن محمود الخطيب من الأعضاء، وبعضهم صحيح سعيد بقصة التوقيع، لكن من جواه غصة ألم، لا كنت سبته طالما هو الراجل مش شاري النادي. في كل الأحوال إحنا مؤمنين إن عبد الله لعيب مهم. طبعًا. محتاجه. منتخب مصر محتاجه، وده اللي يعنينا الان، ومحتاجين نوفر له المناخ الجيد انه يؤدي مع كاس العالم بشكل محترم. فانا بتصور انه يعني هذا القرار لجنه الكره ومجلس الاداره وفق فيه تماما. فكره انك تستطيع تمديد عقد اللاعب وتذهله مشاكله القانونيه ثم تعيره او تبيعه، فيكون عندك الحقيقه عائد مادي جيد لخزينه النادي الاهلي، بالاضافه انه اللاعب نفسه يحصل على مكان يطمح اليه، وفي نفس الوقت ترضي جمهورك وتعلي من منظومة وقيم المبادئ اللي هتكلم عنها. طيب أستاذ شريف، لو سمحت لي علشان برضو كلامنا يبقى ترسيخا للقيم وكمان جلبا للمعلومات والأخبار، انت عارف يعني الشهوة الصحفية والإعلامية. القرار اللي يشمل يعني او يشوب الصفة العقابية اللي خده مجلس إدارة النادي الأهلي بالليل بعرض عبد الله السعيد للبيع او الإعارة، هل اساسا بسبب المماطلة في التجديد أم بسبب قيامه بالتوقيع على استمارات مبدئية لنادي مصري آخر؟ جملة الأسباب دي يا أستاذ، جملة يعني الأسباب، جملة الأسباب وغيرها الحقيقة، لأنه ما كانش فيه في فترة التفاوض وضوح وصراحة من البداية، وكمان فكرة التوقيع إن صحت فده شيء يؤلم جدا النادي الأهلي. خصوصا لا أخفيك سرا إن هذه أول مرة تحدث في تاريخ النادي، يعني بيكون عندك لاعب فيه 6 سنوات وحقق نجوميته حقيقة وأضاف للأهلي في نفس التوقيت. صحيح بلا شك. صحيح يعني. صحيح. لكن بلا داعي وبلا سبب إنه يقدم على هذه الخطوة، وفي نفس الوقت أنت مقدم له كل ما يمكن من أجل تهيئة المناخ لأنه يوقع، وزي ما بحكي لحضرتك ما كانش فيه وضوح. يعني احمد فتحي من اول لحظه كان واضح، الراجل انا عايز كذا، الوضع صح كذا. صح. يعني الراجل عادي عظم في مكاسبه لغايه ما وصل لنقطه، راح خبط الفجر على الكابتن سيد عبد الحفيظ لانهم مجرات بعد ما صلوا الفجر، قال له انا رايح اعمل عمره بعد اذنك، اديني العقود، اتفضل امضي، السلام عليكم، مجلس الاداره يقيم زي ما هو عايز يعني. مظبوط. فالحقيقه يعني احمد خد قراره في الوقت المناسب، لكن عبد الله الحقيقه يعني الحقيقه انه لا لجنه الكوره ولا الجهاز الفني بخاصه الكابتن سيد حفيظ ولا حتى الكابتن محمود خطيب نفسه وقيمته ومكانته لما اتكلم معاه كنا قادرين حتى نعرف كيف يفكر، يعني هو عايز ايه المطلوب يعني. وده شيء النادي الاهلي مش متعود عليه الحقيقه، يعني النادي الاهلي مش متعود عليه. فانا بتصور انه القرار اللي اتخذ في ساعه متاخره من مساء امس لجنه الكوره برئاسه الكابتن محمود خطيب هو قرار صائب في توقيت مهم وبيرسل كثير من المعاني والدروس المستفاده. طيب خبريا كمان عبد الله السعيد سافر الى لندن بموافقه جهاز الكوره، مش هروبا زي ما ذكر في بعض المواقع. لا خالص، لا الراجل هيهرب ليه يعني؟ خلي بال حضرتك، انت عارف انه اللاعب ما يقدرش يسافر الا ياخد جواز سفره من الجهاز الفني، وبعدين هو عنده ارتباط في لندن مسبق. وزي ما قلت لحضرتك استاذ تامر، النادي الاهلي حتى يعني اثير اليوم شائعه عن تجنيد عبد الله والكلام ده، لا هذا كلام غير، احنا بنعيش في عصر احتراف، الراجل مدد عقده باتفاق سيعارض موافقته، لا يمكن ابدا بيعه او عرضه بدون موافقته، في توافق على كل شيء، وبالتالي رحلته او اجازته السريعه لندن
يعني بالتاكيد اعطي فكره يعني احنا ما تواصلتش مع الجهاز الفني نظرا لانه تمام. لا انا معلوماتي ان هو خد الباسبور من الجهاز الفني بموافقه مجلس الاداره. يعني لكن لا يمكن يكون عمل حاجه صحيح. الاتجاه يا استاذ شريف للبيع ولا للاعاره؟ حسب العرض يا استاذ سامر، يعني العرض لا يحقق مصلحه النادي واللاعب الاهلي هياخد فيه قرار. لكن مفيش قرار من دلوقتي ان احنا يا هنبيع يا هنعير. لا لا، الحقيقه توجيه كابتن محمود الخطيب للجنه التعاقدات وتسويق اللاعبين انه العرض الانسب للنادي والعبد الله، لان احنا برضه الحقيقه يهمك انك تحافظ على اللاعب، يعني مفيش رغبه. احنا مش عايزين نذبحه، مش عايزين نذبحه. بالظبط صحيح. يعني الناس وبعض وسائل الاعلام والمواقع الحقيقه اللي بتروج لفكره الانتقام، يعني اؤكد ليك انه هذه ليست اخلاقيات النادي الاهلي ولا يفعل ذلك، بل بالعكس يعني يهمنا ان عبد الله يكون في احسن حال فني ونفسي. ده كلام محترم، بشكرك شكرا جزيلا الصديق والزميل الاستاذ شريف فؤاد متحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي. ومره ثانيه وثالثه ورابعه انا بقولها بالفم المليان اهو، مبروك للنادي الاهلي، مبروك للالتزام بالقيم والمبادئ اللي هي اهم واعلى واقيم من اي لاعب بما في ذلك محمود الخطيب نفسه. يعني لو سالت محمود الخطيب نفسه يقول لك انا مش مهم، المهم الكيان. فاذا كان ده ينطبق على محمود الخطيب يبقى اكيد ينطبق على عبد الله السعيد وعلى كل الناس.